عسلامة ومرحبا بكم. رضيا بن عمر مترشحة على قائمة الاتحاد من أجل تونس في أمريكا وباقي أوروبا. الاتحاد من أجل تونس هو تحالف انتخابي بين أحزاب وشخصيات مدنية مستقلة. الاتحاد من أجل تونس قائمته تتضمن 38% من المستقلين، 40% من الشباب، 10 نساء رؤساء قائمات اللي يمثلوا 38% من رؤساء القائمات. هذا علاش يضر؟ الاتحاد من أجل تونس يؤمن بالشباب ويفعلهم، يؤمن بالديمقراطية ويكرسها، يؤمن بالمرأة ويشركها، وفوق هذا الكل الاتحاد من أجل تونس يؤمن بوحدة القوى الديمقراطية. هذا مش كلام، هذا فعل، وتاريخنا يشهد عليه. يزك نقول اعتصام الرحيل بتاع 2013. بلادنا اليوم تمر بفترة صعيبة ولازمنا نقودوها بحكمة باش نتغلبوا على المشاكل الكبيرة اللي عندنا منها. الإرهاب داخل البلاد وعلى الحدود، الفقر، غالي المعيشة، تدهور المؤسسات، تدهور الأخلاق، تدهور البيئة، تدهور التعليم، الصحة، والقائمة كبيرة بارشة. على هذا احنا نؤمنوا اللي قوتنا في وحدتنا. بالنسبة للدائرة متاعنا والمواطنين في خارج تونس، احنا حضرنا برنامج في 5 محاور يتمثلوا في: اولا سياسة عامة طموحة تدعم المواطنين التوانسة في الخارج، par exemple la simplification et la modernisation des procédures consulaires. ثانيا الدفاع على حقوق الطلبة التوانسة وتسهيل ادماجهم في البلاد المضيفة وفي تونس. ثالثا تسهيل الاجراءات في تونس وفي البلاد المضيف للتوانسة بالخارج وعائلاتهم. رابعاً تعزيز العلاقات الاقتصادية متاع التوانسة في الخارج مع بلادهم. وأخيراً نحب زادة نبنيو سياسة ثقافية استباقية تعرف بحضارتنا وثقافتنا ولغتنا باش ندعموا السياحة متاعنا، وهكا تونس تولي فانوس وضوي على العالم. كانت معاكم رابية بن عمر، الاتحاد من أجل تونس على القارة الأمريكية وباقي أوروبا. الشعار متاعنا الاتحاد من أجل تونس يضوي أيامك. الرمز الانتخابي لمبوبة فانوس، وعدد القائمة متاعنا هو 3. ما تنساوش.